فيتامين B12 تيست. في الفيديو ده هنتكلم على كل المعلومات الخاصة بالفيتامين B12، سواء السورس أو الميثود أوف استيميشن داخل المعمل. كمان هنتكلم على كل الفانكشن والإنديكيشن، أهمية قياس الفيتامين B12 داخل المعمل. كمان هنتكلم على الانتربريتيشن، كل الأسباب اللي بتؤدي للإنكريز أو ديكريز في الفيتامين B12. الفيتامين B12 احنا بنسميه السيانوكوبالامين، نتيجة لان الفيتامين B12 بيحتوي على الكوبالت، عشان كده بنسميه الكوبالامين. بقدر اقيسه في عينة السيروم. الريفرنس فاليو في النيو بورن من 160 ل 1300 بيكو جرام على المليليتر، في الادلت بتبقى من 200 لحد 900 بيكو جرام لكل مليليتر. الميثود اوف استيميشن بنقيسه عن طريق الاليزا تيست داخل المعمل باستخدام تكنيك الراديو اميونو اسي. دي الاليزا كيتس اللي احنا بنستخدمها في قياس الفيتامين B12 باستخدام البليت اللي بيحتوي على 96 ويلز. بنقدر نقيس الفيتامين B12 في عدد كبير من العينات في وقت واحد باستخدام جهاز الاليزا ريدر. السورس اوف فيتامين B12، الفيتامين B12 عباره عن ووتر سولوبل فيتامين درايفد سولولي فروم دايتري انتيك، بيجي من الاكل بس. الجسم ما بيقدرش يصنع الفيتامين B12، والفيتامين B12 بيبقى موجود في الانيمال برودكتس بس، مش موجود في البلانتس. بيبقى موجود في الميت والميلك والليفر والفيش، ونتيجه لانه هو ووتر سولوبل فيتامين، اي انكريز في السيروم بيحصل له اكسكريشن عن طريق الكدني في اليور. الفيتامين B12 absorption بيعتمد بشكل كبير جدا على وجود فاكتور داخلي بنسميه الانترنسيك فاكتور، لان الفيتامين B12 لارج مولكيول، عشان كده بيحتاج فاكتور مساعد في عملية الابسوربشن. الابسوربشن اوف فيتامين B12 بتبقى عملية كومبليكس او معقدة شوية بالمقارنة ببقية العناصر، لان الفيتامين B12 لارج مولكيول، عشان كده ما بيحصلش دايركت ابسوربشن من الانتست. الفيتامين B12 اللي احنا بنسميه الكوبالامين، اما بيوصل للاستومك بيتم سيكريشن للانترنسيك فاكتور عن طريق البرايتال سيلز الموجوده في الاستومك مع الاتش سي ال. بعد كده بيحصل كومباينيشن ما بين الفيتامين B12 والانترنسيك فاكتور، بنسميه B12 انترنسيك فاكتور كومبلكس، وده بيتم في منطقة الديودنم، ما بيتمش في الاستومك. الانترنسيك فاكتور عبارة عن جلايكوبروتين، اما بتحد مع الفيتامين B12 وبيعمل B12 انترنسيك فاكتور كومبلكس داخل الديودنم، بيساعد بشكل كبير جدا ان هو يعمل ريزيستنت للدايجيشن للفيتامين B12 داخل الجاسترو انتستينال تراك عن طريق الانزيم. عشان كده الانترنسيك فاكتور بيحمي الفيتامين B12 ان هو يتكسر بالانزيمز الموجودة في الديجستيف تريك. في منطقة الديودنم اللي بيحصل اتحاد ما بين الانترنسيك فاكتور والفيتامين B12، البنكرياتيك انزيم بتقور بدور مهم جدا، وخاصة البروتييزز، لانها بتعمل كليفج او بتفصل الفيتامين B12 من الكارير بروتين اللي بيجي من السليفري جلاند اللي احنا بنسميه الترانسبورتر 1. وظيفته ان هو بينقل الفيتامين B12 من اول الماوس لحد ما يوصل لمنطقه الديودنم. بعد كده في منطقه الديودنم البروتييزز بتعمل كليفج وبتشيل الترانسبورتر 1 من الفيتامين B12 عشان تدي فرصه ان الفيتامين B12 يتحد مع الانترنسيك فاكتور. بعد كده عمليه الابسوربشن بتتم في منطقه التيرمينال ايليوم، اخر جزء من السمول انتستين. يبقى في سبيشال ريسبتور بنسميها الانترنسيك فاكتور ريسبتور. اول ما الكومبلكس اوف B12 والانترنسيك فاكتور بيتحد مع الريسبتور بيحصل بينوسايتوزيس، معناه ان الخليه بتعمل فاجوسايتوزيس للانترنسيك فاكتور ومعاه الفيتامين B12. عشان كده الانترنسيك فاكتور مهم جدا لعمليه الابسوربشن. لو مش موجود الانترنسيك فاكتور بالتالي الفيتامين B12 مش هيقدر يخش داخل الابيثيليال سيلز الموجوده في الانتستين، لان السايز بتاعه كبير جدا. عشان كده deficiency للانترنسيك فاكتور بيعمل deficiency للفيتامين B12. بعد ما بيحصل entrance للابيثيليال سيلز الموجودة في الانتستين بيوصل للبلد وبيتحمل على special transporter بنسميه الترانسكوبالامين 2، لان الترانسبورتر 1 اللي بيبقى موجود من الماوس لحد السمول انتستين، ولكن الترانسكوبالامين 2 هو وظيفته الترانسبورتيشن للفيتامين B12 داخل البلاد ستريم. وبيحصل ترانسبورتيشن للفيتامين B12 من الانتستين، بيوصل للليفر المكان اللي بتخزن فيه الفيتامين B12، والليفر عندها القدره ان هي تقدر تخزن الفيتامين B12 لمده طويله جدا، بتصل من 3 ل 4 سنوات واحيانا اكتر من كده.
الفانكشن اوف فيتامين بي 12 له دور مهم جدا داخل الجسم. اول حاجه it is essential in DNA synthesis، مهم جدا لتصنيع الـ DNA الموجود داخل النيوكليس. كمان مهم جدا في عمليه الهيماتوبويسيس لكل انواع البلد سيلز، سواء الريد بلد سيلز والوايت بلد سيلز والبليتليت. كمان مهم جدا للسنترال نيرفس سيستم انتجريتي، يعني ان هو بيحافظ على سلامه النيرفس سيستم، لان النقص بتاعه بيؤدي للدامج في النيرفس سيستم. الفيتامين بي 12 بيقدر يقوم بكل الوظائف ديت لانه بيشتغل ككو فاكتور لمجموعه كبيره من الانزيم، منها الهوموسيستين ميثايل ترانسفريز انزيم، واللي بيحول الهوموسيستين للميثايونين. ودور الفيتامين بي 12 هنا ان هو بيشتغل كميثايل جروب دونر، بيدي الميثايل جروب. لو حصل ديفيشنسي في الفيتامين بي 12 بالتالي الهوموسيستين ما بيتحولش للميثايونين، وبيحصل انكريز للهوموسيستين واللي بيؤدي للكارديوفاسكولار ديزيز. كمان الفيتامين بي 12 له دور مهم جدا لانه بيشتغل ككو فاكتور لإنزيم تاني بنسميه الميثايل مالونايل كو اي ميوتيز، اللي هو ده. وظيفة الإنزيم ده ان هو بيحول الميثايل مالونايل كو اي بيحوله للساكسينايل كو اي. لو حصل ديفيشنسي للفيتامين بي 12 الميثايل مالونايل كو اي بيتحول للميثايل مالونيك اسيد، والزيادة في الميثايل مالونيك اسيد بتؤدي للنيوروباسي، اكسونال نيوروباسي، تؤدي للدامج للاكسون للنيورون، لانه بيعمل ريبليسمنت للاستايل كو اي، وبالتالي بيؤدي لدامج للمايلين شيس وبيعمل نيوروباسي او دامج في النيرفس سيستم. كمان الفيتامين بي 12 مهم في بعض عمليات الميتابوليزم الاخرى، بيبقى مهم في تحويل البايرميدين رينج للسايمين من خلال ان هو بيدي الميثايل جروب، بنسميه ميثايل جروب دونر. كمان بيشتغل ككو فاكتور للريدكتيز انزيم اللي بيحول الرايبو نيوكليوتايد لديوكسي رايبو نيوكليك اسيد، المهم جدا طبعا في الدي ان اي سينثيز الموجود داخل النيوكليوس. عشان كده ما بيقل الفيتامين بي 12 بيحصل امبيرد دي ان اي سينثيز. كمان الفيتامين بي 12 بيشتغل ككو فاكتور للدي هيدروجينيز انزيم المسؤول عن تحويل الاسيلين جلايكول للاسيتالدهيد. وبالتالي داخل المعمل الانديكيشن او اهميه قياس الفيتامين بي 12، اول حاجه ان هو assist in diagnosis of central nervous system disorder، بمعنى لو في اعراض عصبيه على المريض فاحنا بنقيس الفيتامين بي 12 عشان نعرف هو سبب الاعراض العصبيه دي ولا سبب تاني، لان نقصه بيعمل اعراض عصبيه. الحاجه الثانيه احنا بنقيسه علشان بيعمل assist in the diagnosis of megaloblastic anemia، لان deficiency للفيتامين بي 12 بيؤدي لحدوث الميجالوبلاستيك انيميا. كمان بنستخدم البي 12 فور ايفالويشن للمال ابسوربشن سيندروم، زي ما شفنا في عمليه الابسوربشن للفيتامين بي 12 عشان الفيتامين بي 12 يوصل للبلد لازم بتكون الستومك سليمه والسمول انتستين سليمه وكمان البنكرياس سليم. فعشان كده احنا بنقيس الفيتامين بي 12 عشان نعرف هل في مشكله داخل الانتستين في عمليه الابسوربشن ولا لا، واللي احنا بنسميها المال ابسوربشن سيندروم. الانتربريتيشن احنا بنهتم بشكل كبير طبعا بالفيتامين بي 12 ديفيشنسي، والديفيشنسي للفيتامين بي 12 غالبا بيحصل نتيجه لنقص في الدايت، لانه طبعا ما بيصنعش داخل الجسم وبيجي عن طريق الاكل. فعشان كده لو حصل ديفيشنسي في الاكل بيؤدي للديفيشنسي للفيتامين بي 12. كمان زي ما شفنا عمليه الابسوربشن بتبقى كومبليكيتد، فعشان كده لو حصل اي ديستربنس في عمليه الابسوربشن بتؤدي للفيتامين بي 12 ديفيشنسي. فدول اهم اتنين ميكانيزم بيؤدي للفيتامين بي 12 ديفيشنسي. لما بنشوف الاسباب اللي تؤدي لديكريز ان فيتامين بي 12، اول حاجه الدايتري ديفيشنسي، وخاصه في الفيجيتيريان اللي هم الفيجن اللي ما بياخدش اي انيمال سورس في الاكل، واحنا زي ما قلنا الفيتامين بي 12 موجود في الانيمال سورس، عشان كده لازم ياخد الفيتامين بي 12 كسبلمنت. كمان بيقل في حاله انفلاماتوري باول ديزيز، الالتهابات الموجوده داخل الانتستين واللي بتؤدي للديكريز في عمليه الابسوربشن. كمان وجود بعض البارازايت زي الدايفيلوبوستريم انفستيشن، واحنا بنسميها الفيش تيب ويرم، وده عباره عن بارازايت بيبقى موجود في الانتستين وبيعمل كونسامشن لكل الفيتامين بي 12 موجود في الانتستين. كمان الفيتامين بي 12 بيقل في حاله البنكرياتيك او الجاستريك ديزيزز، لان زي ما قلنا البنكرياس والاستومك مهم جدا في عمليه الابسوربشن. كمان بيحصل ديكريز في الفيتامين بي 12 في حاله الانستينال مال ابسوربشن. كمان بيحصل ديكريز في حاله الانترنسيك فاكتور ديفيشنسي،
اللي احنا بنسميها البرنيشس انيميا، بيبقى فيه هيرديتري فاكتور او ديستربنس في الاميونيتي، عشان كده بيحصل ديكريز في السكريشن للانترنسيك فاكتور، وطبعا الفيتامين بي 12 ما بيقدرش يحصل له ابسوربشن من الانتست. كمان الفيتامين بي 12 بيقل في حاله الابنورماليتيز اوف كوبالامين ترانسبورت او ميتابوليزم داخل الجسم. الديفيشنسي اوف فيتامين بي 12 بيبقى مميز بعلامتين مهمين جدا. اول حاجه هي النيرف سيستم بيبقى فيه نيورولوجيكال سيمتوم او اعراض عصبيه نتيجه للانكريز في الميثايل مالونيك اسيد زي ما قلنا قبل كده، واللي له دور كبير جدا ان هو بيكسر النيرف سيستم. كمان الديفيشنسي للفيتامين بي 12 بيؤدي لظهور الانيميا، احنا بنسميها ميجالو بلاستيك انيميا نتيجه للامبيرد دي ان اي سينسز، والنوع ده من الانيميا بيبقى مميز بالماكروسيتيك ريد بلاد سيلز والهايبر سيجمنتد نيوتروفيل. الماكروسايت ريد بلاد سيلز عباره عن لارج سيلز عن النورمال سيلز، تلاقي خليه حجمها كبير جدا نتيجه لان عمليه الديفيجن للسيلز اثناء عمليه الماتوريشن بتقل، عشان كده بتحصل الانيميا وبتطلع لارج سيلز، عشان كده احنا سميناها ميجالو بلاستيك انيميا جايه من اللارج سيل الريسورسايت. كمان بيبقى فيه هايبر سيجمنتيشن للنيوتروفيل، بنلاقي النيوكلاس فيها اكتر من 5 لوبس، ودي من اهم العلامات اللي بتظهر اثناء فحص البلاد فيلم في حالة تشخيص الفيتامين بي 12 ديفيشنسي. احيانا بيحصل انكريز للفيتامين بي 12 زي في حالة الكرونيك جرانيوليسيتيك لوكيميا، كمان في حالة الليفر دامج زي في حالة الهيباتيتس والسيروزيس، كمان في حالة الكرونيك رينال فيلير، وكمان في حالة الديابيتس ميليتس. ولكن الانكريز ما بيبقاش سيريس او ما بيعملش مشكلة كبيرة جدا، لان الفيتامين عبارة عن ووتر سولوبل فيتامين، اي انكريز بيحصل له اكسكريشن عن طريق الكيدني في اليورين. وبالتالي يبقى احنا عرفنا كل المعلومات الخاصة بالفيتامين بي 12، وهي ان الفيتامين بي 12 عبارة عن ووتر سولوبل فيتامين موجود في الدياتري انيمال برودكت، بيبقى مهم جدا للسنترال نيرفس سيستم وكمان الريد بلاد سيلز ديفلوبمنت والهيلث. الديفيشنسي للفيتامين بي 12 غالبا بيحصل نتيجه للدياتري ديفيشنسي او كومبرومايزد ابسوربشن او مشكله في عمليه الابسوربشن. الديفيشنسي للفيتامين بي 12 دايما بيبقى مصحوب بالميجالوبلاستيك انيميا وكمان النيوروباسي او الاعراض العصبيه، وعشان كده الفيتامين بي 12 من الاختبارات المهمه جدا اللي احنا بنقيسها داخل المعده، وغالبا بنقيسه مع الفوليك اسيد ان الاثنين بيؤدي لحدوث الميجالوبلاستيك انيميا.